ممكن أتكلم معاك شوية؟ انت عاوزه ايه؟ وبعدين يا عمر، قعدتك دي وحبستك هنا هي اللي هترجعها؟ انت كده بتموت في نفسك. اموت نفسي؟ هو انا لما انزل كل يوم الف عليها في الشوارع وما الاقيهاش كده مش بموت نفسي؟ لما افضل عايش في الدنيا دي وتقع مش في حياتي كده مش بموت نفسي؟ أنا ما بقولش إنك تنزل تدور على تقى، الدنيا ما بتقفش، يلا نشتغل يا عمر، الشغل هو الحل الوحيد اللي يخرج البني آدم من الهم اللي هو فيه. اشتغل. تقى ما كانتش عاوزاني أشتغل معاكي، كانت خايفة منك، كانت متوقعة إن هيحصل ما بيني وما بينك حاجة. بس أنا كنت دايماً بقول لها مستحيل، إيه الهبل اللي أنت بتقوليه ده؟ بس هي كان معاها حق، ما كنتش أستاهل إنها تثق فيا. في النهاية أنا خنتها، خنتها. بس يا عمر، اللي حصل بينا ما كناش لنا ولا انت نقصده. انت كنت سكران عشان كنت خايف على طاقة، وانا كنت عايزة اعمل اي حاجة عشان اخرجك من اللي انت فيه. بتحصل يعني عادي؟ لا مش عادي، مش عادي، الخيانة مش عادي. انا في الاول ضيعتها ودلوقتي خنتها. انت جاي عايزة ايه؟ أنا مقدرة اللي أنت فيه، بس أنا عايزاك تنزل تشتغل عشانك وعشان ولادك، عشان تعرف تعوض ولادك عن كل حاجة، بدل ما تلاقي خلاص في الآخر باظت من كل حاجة. ملكيش دعوة بيا نهائي، خليكي في حالك وسيبيني في حالي، انسيني.